بيتو خالوه عليت وقدم بمديلو خسغديت ملكوش ما يونو حاسو لي خلدا حتيتلو ملكوش ما يونو حاسو لن خلدا حتيتلو صلوا علي متو المران قالوا قامل قربونو نترحم علي باصلوتو المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. دايماً ببداية القداس إخوتي صاحب البيت بيرحب بولاده بناسه اللي بيجوا من كل المطارح تيسبحوا الملك الممجد ويقولوا له حبهم، وبيجيبوا معهم أهل البيت تقديماتهم. أنتم معودين تقدموا التقديمات بوقت التقديمات بالليتورجيتنا، التقديمات بتجي مع أهل البيت ببداية القداس، هيدي عدا القربان الخبز والخمر. هلأ رح نقول لأهل البيت يتفضلوا يحملوا للرب تقديماتهم، بس بدي أطلب منكم أنتم كمان فيكن تحطوا على المذبح وجعكم، محبتكم، كل الأشياء اللي حاملينها من بيوتكم لمن جيتوا حتى تقولوا له للرب حبكم. نحن حبينا اللي رح تشوفوهن نحكي عنكم، ولكن أنتم كمان زيدوا عليهم أشواق قلبكم لملك المجد. منقدم لك يا رب هالقلب تنقل لك صاروا كتار الناس لقلوبهم مجروحة، منهم انطعنوا بخاصرتهم، منهم انطعنوا بقلبهم، ومنهم انطعنوا بكرامتهم، ومنهم انطعنتهم انسانات الناس. وبس شوف هالقلب بتذكر قلبك المطعون اللي فتحته حربة الحقد، وبسأل حالي كيف قدرت غفرت يا رب الكون اللي بطلبه منك بلسم جروحات أولادك وساعدنا نغفر ونكفي المشوار. منقدم لك يا رب هالساعة تضل نتذكر إنه العمر غفلة لازم نعبيه حب مش سراب ونكد، ونذكر إنه معركتنا الحقيقية منا مع الموت، إنما مع الوقت اللي عم بيتك على الهدى وبصمت وياخد من عمرنا ويقربنا صوب مملكتك. منقدم لك هالحمامة رمز للسلام، السلام اللي صرنا عم نفتقده كتير بقلوب وبعالمنا اليوم. ساعدنا تنكون صانعين سلام بهالعالم المضطرب المخربط. منهديك يا ربي هالإيدين ومنطلب منك تبارك إيدينا، ومنوعدك إنه نشمر على إيدينا تنساعدك بمشروع بناء الإنسان، ومنوعدك نضل نتذكر إنك أعطيتنا إيدين تنبارك فيهم ونخدم من خلالهم ونعطي المحتاجين منهم لحد الوجع. منقدم لك يا رب هالثمار اللي انزرعوا بحب ونموا تحت نظرك الأبوي، تنضل نتذكر إنك أنت العاطي وبتتدفق عطاياك على الأخيار والأشرار دفع. علمنا نكون مثلك، وكل ما نسينا ذكرنا إنك بتحب اللي بعطوا بفرح لحد الوجع. تقبل يا رب هالعطايا، وعطايا كتير حبين نقدم لك إياها، هي بعدها موجودة بقلوبنا. اليوم بهالقداس منقلك يا رب عطاياك لا متناهية،
ويداي صغيرتان، أسكب فسوف تفنى الأجيال ويبقى في يدي فراخ. أهلنا أيها الرب يسوع بنعمتك ومراحمك الغزيرة أن نمجد قيامتك بقلب نقي ونحتفل بانتصارك على وقع نغم مقدس ونحدث عن قدرتك بلسان طاهر، فنشكر محبتك ونسجد لك هاتفين: المسيح قام حقا، قام، لك المجد ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. باريخ مور لنرفع التسبيح والمجد والإكرام إلى الحي الذي لا يموت، الذي أحيا براياه بصلبه وخلص بيعته بقيامته وفرح رعيته بنهوضه وسيفرح ميراثه بظهوره. بارخ مربون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وفي كل أيام حياتنا الآن وإلى الأبد. آمين. إياك نعبد وإياك نحمد أيها الإبن الوحيد، يا من نزلت إلى ظلمة القبور فأتيت في مثوى الأموات عجبا، عتقت الأسرى بقيامتك وأيقظت بصوتك الأبرار والصديقين الراقدين في سبات الموت، وجمعت الشعوب يعبدونك ويكرزون بخلاصك مهللين هاتفين. أمس الأول صلب الملك وعانى الآلام، واليوم تحقق الظفر بقيامته. أمس الأول فتح الرمح جنبه، واليوم فتح العماد بحنانه. أمس الأول كلل بالشوك، واليوم زين بيعته بإكليل البهاء. اليوم يوم البهجة بالقيامة، اليوم يوم الفرحة لجميع الراقدين على رجاء القيامة. اليوم تعيد البيعة ويرتل أبناءها المجد على عطر البخور قائلين: كما خلصتنا بآلامك يا صانع الحياة وأحييتنا بقيامتك، جدد بنعمتك رسمنا، ألبس أجسادنا قوة الروح، فنتلألأ بالحلة المجيدة ونراك في النور أيها العريس الحق. وبنعمتك أهلنا وجميع الموتى المؤمنين لملكوتك السماوي. بارخ مورابون. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. هبي يا بنت الشوق مجيدي الآباء ابني الفادي المحبوب، الدم الدار المحدود نال جسما من عذراء داود، الصلب القاسي عنا حتى يفدي الإنسان عن يومنا الآبي، حل في عرش السماء نور الحي قد سر أهل العلا عما أهل دنيانا. اليوم الدنيا تطرب بالمجد قد قام الرب، ابن الله بالماء فوق قوات العالم.
مذبوحا حيا وهو أفسق دمه روحا يشرب يبقى في فيها القوت الأشهى الأطيب حتى تلقاه جدل الدار الآتي في ملك السماء. الله القبر فجر قام والدنيا نور قوات السماوات في رجات الأصوات إنشاد يدوي حول عرش القدوس قدوس القدوس. الله الآب الأمجد أرسل ابنه الأوحد في ملء الأزمان كي يجدد الإنسان داس الموت واحتل عرش الماء في الأرض وفي السماء. فتفيض ألسنتنا بشكرك الآن وإلى الأبد. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لميوتو مشيحوتكم من بيت ميتم اترحم علي. قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لميوتو مشيحوتكم من بيت ميتم قديشات ألوه قديشات حيلتون قديشات لميوتو مشيحوتكم من بيت ميتم اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. آمين. ربي نشكرك الشكر في قدس هذه الذكرى فلتفرح كل الأقطار قام فدينا الجبار. عمت بشرى السلام فلتفرح كل أقطار بعد هول الآلام قام فدينا الجبار. ربي يا من تقبل خدمة الأبرار يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين.
وهذه الرعية وأبنائها وزائريها المؤمنين إلى الأبد. يا إخوتي، أنا أيضاً وقد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم لجميع الإخوة القديسين لا أزال أشكر الله من أجلكم وأذكركم في صلواتي، ليعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والوحي في معرفتكم له، فينير عيون قلوبكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة من أجلنا نحن المؤمنين بحسب عمل عزة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم مسمى، لا في هذا الدهر وحسب بل في الآتي أيضاً، وأخضع كل شيء تحت قدميه وجعله فوق كل شيء رأساً للكنيسة وهي جسده وملؤه، هو الذي يملأ الكل في الكل، والتسبيح لله دائماً. صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. برخمور السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول لما خرج يهوذا الإسخريوطي، قال يسوع: الآن مجد ابن الإنسان ومجد الله فيه، إن كان الله قد مجد فيه فالله سيمجده في ذاته وحالاً يمجده. يا أولادي، أنا معكم بعد زمناً قليلاً ستطلبونني، ولكن ما قلته لليهود أقوله لكم الآن، حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وصية جديدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضاً، أجل أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. حقاً والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات.
باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. أبتي الجليل، إخوتي أبناء البيعة المقدسة، بفرح كبير كنيستنا، كنيسة مار شربل عمان، تستقبلكن وأكيد بتفتح قلبها لإلكن واحد وواحد، بتضمكن بعد هالزمن العصيب اللي عشناه إن كان بالمملكة أو بالعالم. صحيح إنه الرب بخميس الأسرار، خميس اللي عطى فيه سر الإربان، خميس اللي رسم فيه التلاميذ كهنة، الخميس اللي سبق سيمفونية عظيمة دراما الألام كلها سوا، كان مع تلاميذه ونطر حتى الخاين اللي كان سبق وعمل صفقة مع عدو يسوع، لمن حط ايده بصحن يسوع واكل اخر لقمة بيقول له يسوع يومتها ما انت مزمع ان تفعله فافعله سريعا، وفهم يهوذا انه صار لازم يطلع. بيقول النص انجيل اليوم، لمن خرج يهوذا الاسخريوطي يسوع قال لهم لتلاميذه اللي كان على قلبه يقول لهم ايه توصياته الاخيره، حبوا بعضكم البعض، حبوا بعضكم البعض مثل ما انا حبيتكم. اذا بدكم العالم يعرفوا انه انتم تلاميذي حبوا. ومن هون بدي اقول لكم اجمل توصيات يسوع، مش بس وصيه المحبه، مثل ما كتار من المسيحيين بالعالم يمكن حافظين وصية المحبة ونسيوا كل توصيات يسوع، نسيوا الإنجيل كله سوا اللي هو أجمل وصية من بين السماوي لكل واحد منا. نعم، وصية المحبة بتكلل بتظلل كل التوصيات والوصايا، ولكن ما تنسوا أنه توصيات يسوع كتير كتير. مثلا انتو ملح الارض، انتو نور العالم، انتو الخميرة بالعجينة، روحوا بكل الارض، هيدي كمان توصيات، بشروا كل الناس، احملولن الخلاص، عمدون تلمزون، وكل مين بيامن فيي رح تصحبوا الايات، ايات عظيمة. توصياته كتير اخوتي بكل صفحات الانجيل البشرة الحلوة، في وصية بيقدر الإنسان يقطفها لحياته. إخوتي البيت مشتاق لكم، الكنيسة مشتاقة لناسها، كنيسة مار شربل العمان مشتاقة لأولادها، مشتاقة لكل قلوبكم ولحرارة إيمانكم، نطرتكم، البعد اللي خلفوا الوباء العظيم جفا كبير. وبعرف انه حتى بيت الاربان كان مسقع بليكن، حتى الحجارة اللي انتو عبيتوها صلاة وبخور على مدى 25 سنة او 24 سنة مشتاقة لصواتكن، مشتاقة لحضوركن، لعيونكن، مشتاقة تسمع القديشات منكن، مشتاقة لكل قلب بعده بدق دقات حب. نعم فيني قلكن الكنيسة بتدبل مثل الورود إذا ما بتسقوها صلاة وحب وإيمان، حتى الكنيسة وحجارتها بتدبل. تعوا خدوا من هالبيت الإربان، من هالمذبح، خدوا الحياة، بدكن الحياة تقطفوها خدوها من كنيستكن، من بيتكن. بدي قلكن لما فتت على الكنيسة أول شيء لفتني كرسي الاعتراف عندكن، وقلت قديش في ناس
مشتاقين يرجعوا يدوزنوا دقات قلبهم على إيقاع يسوعي. صدقوني حتى كرسي الاعتراف مرات كتيرة بحسة ناطرة اللي حابين يسكبوا دموعهم، يسكبوا وجعهم، قهرهم، غضبهم، كمان تعبهم قدام الله وبصمت. بقلكن أنا من الأشخاص اللي كانوا خايفين آخر فترة على كنيستنا بالعالم كله. ليش؟ لأنه طوباوي، بس بذكركن الطوباوي خليل اللي اسمه يعقوب أو سمى حاله يعقوب الكبوشي، كان يقلن على قد ما رح توزعوا قربان تحصدوا الديسين. خوفي كان إنه الناس بحاجة للقربان تيتقدسوا ويقدسوا هالهيكل اللي اسمه هياكل من لحم. وصدقوني إذا ما رح يتوزع قربان ما رح نحصد قديسين. يسوع حط المقياس بهالنص بإنجيل يوحنا، حط المقياس حبوا. أنا بدي زيد اللي قالته الأم تريزا، حبوا لحد الوجع. ما من حب أعظم بيقول يسوع من أن يبذل الإنسان نفسه عن من يحب. ويسوع بخميس الأسرار كان عارف أنه رايح لحد الوجع تيبذل نفسه عن اللي حبهم. وبتكون تتفاجئوا، يسوع أخوتي ما حب بس تلاميذه، ما حب الناس اللي حبهم أو اللي كانوا بدائرة الخلاص تبعه، حتى حب أعدائه. هو اللي قال بموضوع الحب: حبوا أعدائكم، صلوا لمضطهديكم، باركوا اللي بيلعنوكم. لأنه شو فضلك إذا بتحب اللي بيحبوك؟ في أجمل من هالتوصية؟ كيف فيني أعيش وأنا على خلاف، أو أنا بضمر، أو أنا من قلبي من جوا مني بعد عايش سلام ومصالحة؟ مشان هيك يسوع قالنا أنا ما جيت من أجل الأصحاء، جيت من أجل المرضى. بولس الرسول بيقول إنه يسوع جا يخلصني. أول المرضى هو أنا، أنا أول المرضى. فإذا يسوع إجا هالعالم إجا تيخلص، تيخلص شو؟ مش تيخلص اللي حابين إنهم يخلصوا، لا، هو قال وحدد: لأخلص ما قد هلك. يعني إذا بتعتبر حالك ما في منك نوى، فالج ما تعالج، يسوع إجا تيخلصك، تيخلصك. شو بده؟ شو طالب؟ طالب إنك تقبل. وقت اللي بيقول جئت لأصنع مشيئة من أرسلني ومن أرسلني مشيئته، شو كانت؟ أن لا يهلك أحد من الذين أعطاني إياهم، أن لا يهلك أحد. إخوتي كيف فيني أتحمل على ضميري أنا الكاهن، وأنتوا على قلبكن أنتوا أبناء المملكة، إنه ابنك، خيك، صديقك، جارك، جارتك من الهالكين وانت مش مهتم؟ كيف فيك تتخيل انه ربنا صعد الى السماء من يومين الصعود ليعد لكل واحد منكم مكانا، وانت بطناشك او بلامبالاتك، تقصيرك، اهمالك، اهمالك إبلان إنه في مطرح بمملكة الآب باسم الأبونا، والأبونا مش رح يجي. تعرفوا شو معناتها؟ هيدا الإنسان بحاجة لخلاص، وإنت مسؤول عن خلاصه. رح تسمع صوت الله بأول بفجر التاريخ: قايين، قايين، وين خيك؟ هيدي توصية المحبة. بدك تحب؟ فكر خي المؤمن شو يعني انه حب. مقياس المحبة انه نحب
بلا مقياس. خليني يا ربي بتقول الترنيمة مثلك حب الناس، إذا مش هيك كيف؟ ربنا أخوتي بحب قلوبكن، وأنا بسميها قلوب محبة متليني حرارة. ربنا بحب اللي بيعطي، والمعطي المتهلل الفرحان، مشان هيك حبوا لحد الوجع. إذا أعطيتوا وقتكم للآخرين اعطوه لحد الوجع، إذا حبيتوا تتلاقوا بالآخر اعطوه كل حضوركم، كل فرحكم، كل ابتساماتكم، اعطوه عيونكم، اعطوه دقات قلبكم. وإذا طلب منكم تمشوا معه ميل، من سخركم ميلا فامشوا معه ميلين. من طلب ثوبك الحب يقول فاعطه رداءك أيضا، دفيه. كنت جوعان، كنت عطشان، كنت غريب، كنت عريان، كنت مريض، كنت سجين. مين منا ما كان سجين بزمن كورونا؟ كنت. يسوع كان هيدا اللي انتو كنتو عايشينه، واليوم يسوع عم بقلكن طلعوا ببعضكن، فتحوا عيونكن، هدول ولادي. الخوري بالقنطش اخوتي منو موظف، الخوري بالقنطش بي، خي، صديق. الخوري هون عقلب إلكن رح يفتح سوبر ماركت السما على مصراعيها. البيت بيتكن، أنا وياكن عنا استثمار واحد اسمه استثمار المحبة. إذا ما زبط معنا خلونا نسكر بواب كنيسنا ونرجع عبيوتنا أخوتي، لأنه ما بيليق فينا نكون أبناء مملكة الآب. بدي فرمشيتنا اللي منروح عليها تناخد دواء تكون كنيستنا. الكنيسة هي الفرمشية الحقيقية أخوتي اللي فيها الدواء. قداسة البابا فرانسيس سنة الرحمة اللي مرقت بتعرفوا كتير منيح، عمل علبة فيها مسبحة وقال لهم بدكن حبات الدواء الحقيقية، فقوا حبات المسبحة. هيدي حبوب الدواء، هيدي حبوب الرحمة. علمنا ما بده أخوتي إلا رحمة، بتنقصوا الرحمة. أنا بدي هالكنيسة تكون محكمة الضمير اللي هي كرسي الاعتراف، بدي تكون مستشفى للنفوس التلفان. بدي هيدا البيت وهيدا المنبر أخوتي رعيتنا يكون مصح للي ضربن الجنون الخوت وعندن مواهب ما حدا عم بيعرف يكتشفها. كتار اكتشفوا مواهبهم اخوتي مش على المسارح. اذا بتسألوا كل الفنانين بيقولوا لكم بلشنا بالكنيسة بالجوقة. مشان هيك بدي قلكن الجوقة ترمز للملائكة، فتفضلوا كونوا جوقة ملائكة. القدوس والمجد ما بيرتلون بس العالم، بترتلون ملائكة السماء. كونوا أنتم ملائكة السماء. أكيد أخوتي بدي تعرفوا، قلت وقت اللي كنت عم أقدم برنامج جيل الإنجيل وكلكم حاضرينه، قبل جيل الإنجيل قدمت برنامج ما بعرف إذا حدا منكم حضره، كان اسمه حراس الألفية الثالثة. يمكن من أجمل البرامج اللي عملتها تقول للناس أنتوا حراس الفجر اللي عم بشق درب وطلوع، أنتوا حراس الملكوت، أنتوا حراس الإربان، أنتوا حراس الكلمة، أنتوا حراس الألفية الثالثة. الألفية الثالثة أخوتي صدقوني ما بدها كتير إشياء، بدها ناس قلوبهم مثلكم البسطاء. هن اللي بتقول عنهم أو بيقول عنهم نشيد مريم: حتى المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين. طوبى للبسطاء فإنهم يرثون الأرض. مشان هيك إخوتي الشيطان، كلمة شيطان معناتها الشطنة. فوتوا على الديكشنير بتعرفوا إنه شطنة معناتها قسم، قسم. شو مشكلة شرقنا؟ ليش في وجع بشرقنا وببيوتنا؟ لأنه قدر عدو ربنا يعمل فعل شطنة بامتياز، قسمنا. نحن منحكي عن الانقسامات،
أنا وأنتو قادرين بحبنا، قادرين بصلابتنا وبصلاتنا نزتوا برا ونقول له مطرحك مش بيناتنا. بس إذا بدنا نضلنا عن جهيين، كبرياء أكلتنا، طوصية أكلتنا أخوتي، ما منعمل فعل يسوع بحياتنا. ما تجوا على هالبيت تتاخدوا منه روحه، كونوا أنتوا روحه، اعطوا روحكم لالله. خلي الله ومريم ويوسف بهالسنة وقديس لبنان شربل شربوا قيل، معناتها خبر الله العظيم يحملكن كل مرة بتطلعوا من هالبيت ومن هالكنيسة، خبر عظيم، إيوانجليون، إنجيل، خبر عظيم. روحوا قولوا للعالم شو يسوع بده يعطيكن. إخوتي أكيد كلكن بتعرفوا إنه كل مدينة كل بيت بينقسم على نفسه بيخرب. نحن جايين تنقله لهالبيت، جايين لعندك بقلوب متواضعة، جايين لنقول خراب ما بقى بدنا، ما بقى يتحمل عالمنا خراب. أنا رح كون بين إيديكن مثل القلم رصاص، بتقول الأم تريزا، بدي منكن تحبوا تكتبوا من خلالي رسائل حبكن وجعكن لربنا، ربنا الحب المطلق، الرحمة المطلقة، ربنا أمير السلام، هو أمير السلام. بدكن سلام ببيوتكن وبحياتكن، تعوا لعنده، استعملوا هالقلم، استعملوني، خدوا إيدي وقلبي وفكري اللي بدكن ياه، شرط تكتبوا رسالة حب للآب السماوي ولابنه ولروح القدوس. أكيد بدي أقلكن إخوتي، بحب تكونوا فرحانين، بحب الفرح يكون طاقة، طاقة متجددة فيكن. الناس أكلتها الكآبة، الناس انمسحت من وجوهها علامات الفرح والسلام، أنتوا روحوا بثوا فيهم علامات الفرح والسلام. صحيح أني بفتقد لرعيتي ولناسي وعم بيحضرونا هلأ معكن، بس بدي قلكن أنتوا رعيتي اليوم، اللي عملته على مدى 24 سنة جاي أعمله معكن بثلاث سنين، وإذا ربنا أراد يمكن يطولوا شوي أكتر، بس أنتوا بتعرفوا أنه ثلاث سنين تواحد يعبيهم حب يمكن الوقت بيمرق كتير بسرعة. بدي منكن إخوتي تفكروا أنه عنا شغل كتير، ورشة، ورشة بناء الإنسان قبل بناء الحجر، قبل ما نحط شو مكان وتنعمل حجر ونعمل بطون ونعمل هيدول الأشياء الحلوة. بدنا نبني الإنسان، الإنسان بيبني الحجر، بدنا نبني القلوب اللي عشعشت فيها أوقات الضجر والقرف والنكد وكثير أشياء، ونجي نقول لا يا رب أنا عندي شيء تاني، عندي ورشة حب بدي إياها تشع من قلبي للعالم، بدي تحبه، بدي تحبه وعلى صوت عالي، بدي يكون مشروع الحب إخوتي زلزال، عاصفة. من وين؟ من هالتلي بالذات. جلالة الملك وقت قدم هالتلي ما قدمها تيقول روحوا عملوا شو ما كان، افتحوا لكم شي دكانة أو تسلوا اجتمعوا، لا، كان عم بيقول عندكم شي قدموا لنا إياه، عندكم شي بيميزكم اتفضلوا اسكبوا بهالمملكة. أنا بقلكن إخوتي نعم، القصة منا قصص صغيرة نعملها وخلص منروح على بيوتنا ومرتاحي البال، لا، القصة إخوتي مشروع كبير، ورشة كبيرة. إجا الوقت نشمر على إيدينا وننزل على المعركة. معركتنا مش سهلة، بيقول عنا يسوع إن حربكم ليست مع لحم ودم بل مع ولات وسلاطين هذا العالم. وانتو بتعرفوا اخوتي قديش هالعالم بينقصوا حب وحنان. بالنهاية اجا وقت يسوع، اتفضلوا لعند يسوع. سألوني مرة يا بونا
شو مرض هالعصر؟ شو مرضه؟ شو بضربته هالعصر؟ قلت لهم نكون المشي والمحدة لكل حدا الله حطه على دربنا. بس من هون إجا نشيد كتبته وبنهي فيه، نشيد بحبه كتير وبكرة رح تسمعوه. بيقول النشيد: بدنا حدا من هالبشر يمحي مقاس الناس، يزيح الحجر، يرسم قمر تسهر عدو الناس، يخزق ورق الأحزان، يهد يشيل الحيطان ويقرب بين الناس. سألت حالي وين الحدا؟ جاوب صدى هالحدا بسهرة كاس، الله هدى شعبه افتدى وسكب رجع الناس. مين غيره بيقدر؟ مين انديل المنسيين اللي بيشفي الموجوعين وبيدفي قلوب الناس؟ إذا مش هن، إذا مش أنتو، إذا مش نحن، مين؟ الله كان بده نكون مثله رعيان وسهرانين نوطير بهالزمان عالرحمة وعالأيام أو عالإيمان، معه منبني الإنسان ومنداوي الموجوعين. إخوتي، وحد وطير الرحمة بيعرفوا الله، وحدة وزارة الرحمة قادرة تعمل انقلاب على مملكة هيرودس وحكم بيلاطس وأمبراطورية نيرون ونفس الفريسيين. سامع صوت الرحمة عم بيصرخ بوجهن: خلص بيكفي بقى. مشان هيك برشاني حدا بيعطي الشماس بيعطيك. يا إله الرحمة، يا بي الناس المقهورين، يا أنديل المنسيين، سامحنا. وأنتو صار وقت تصرخوا معي إخوتي: إذا مش نحن مين؟ إذا ما هلأ بلشنا أمتين؟ الله يبارككن. مثل ما قلت لكم، هيدا الولد اللي هلأ عم بيطلب برشان بدنا نعطيه بكرة قربان. إن شاء الله بيكبر بالقامة والحكمة والنعمة قدام الله والناس، وأنتو كمان. نؤمن بإله واحد، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. أمين. ليت الوت المدبح ضلوه والوت ضلوه دم حادي طليوت، وينو بصوغو الطيب وتوخعو للبيتوخ، وسجود بهايك لوت كوتشوخ. دحلتوخ مريو دم عرمو بزادي قوتوخ ليفايك. صلوا على إيمة المران. قالون قابل قربونه ونتراحم عليه واسلوته. هللويا، قال الرب إنني الخبز المحيي
للعالم قابلاني حضن العذراء الأم النقيب العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطبوية وليلة الله مريم والقديس أنطونيوس والقديس يوسف ومارون وشرب الشفيع هذه الكنيسة والرعية أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة أبناء هذه الرعية والذين قدموا والذين طلبوا أن نذكرهم ومرضانا وشبيبتنا وأسرة مرشربل وعائلة مرشربل وأخوية مرشربل وكل عائلاتنا في هذا الوطن هذه المملكة واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان آمين. جميلة أنت يا مريم العذراء بهية كنت مذ كان الوفاء جميلة أنت يا مريم العذراء بهية كنت مذ كان الباء في كل المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعض في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. السلام لك يا مذبح الله السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك السلام لكم إخوتي الكهنة وخدام الروح القدوس بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا لأنك للجميع الملجأ والمعين وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر
وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأباد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأباد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. إنه لحق وواجب، حقاً أنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. قدوس القدوس القدوس كثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود أقدم حاشد لي معبد حي بارخ نساب اللحم بداو قاضي شوتو بارخ وقدش وقصويا بالتلداو كادو مار سابخول من كل خول هونو داني تاو فغروتي دحلوف فيكون وحلوف ساقي ما تقصي وما تهي حسو يضحو بوالحي دلعو لم علمي. هخانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بريخو قادش ويا بالتلمداو كدو مارسا بشتاو من ايكو الخو هونو داني تاو دمودي دياتك إحداتو دحلو فيكو وحلو فسجي ما تشد وما تهيب الحصول تحوب والحي دلعو لم علمين. آمين. وبهذا أوصاهم وحطهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. إننا لا نتذكرن موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك كلنا.
نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها رب الإله ضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها لك نسبح، لك نمجد، لك نبارك. مرحبا ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. نوايا يتفضلوا. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك. احفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطرياركنا الإنطاكي ومار موسى مطراننا وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. منصلي يا رب على نية أطفالنا وشبابنا وإماتنا وكل بياتنا، أعطيهم نعم خاصة لهالزمان العصيب اللي عم نعيشه. منصلي يا رب على نية شعبنا المتألم والمرضى والطاقم الطبي والمسعفين وكل الموجوعين والعاطلين عن العمل واللي انسرقت أحلامهم وحريتهم وتخزأت قلوبهم. ومنصلي يا رب على نية كل قلب موجوع وكل قلب عم بيشحت كبشة حب ولحظة حنان ودفى. نطلب منك يا بينا تخلص، تخلص اللي بعد ممكن يتخلص. إليك بنصلي. يا رب ارحم. افرحوا لأن أسماءكم كتبت في السماوات. أعطينا يا رب حكام ومسؤولين يحكموا شعوبا بالعدل والإنصاف ويكونوا مثال طيب قدام الناس، وخلي روحك القدوس يلهم هالمسؤولين كيف يخدموا مشروعك الخلاصي ويخدموا اللي وكلتهم فيه بفرح ونشاط ورحمة. إلك يا رب نصلي.
يا رب ارحم. منصلي يا رب عنية هالوطن وهالأرض المقدسة الأردن، تضل واحد سلام وتكون أرض وفية لدورها ورسالتها بهالمشرق. ومنصلي للبنان وطن الرسالة اللي عم يتخبط بالمآسي والانهيارات المتتالية والآسية، يا رب أعطي شعوب هالمشرق المتألم إنهم ينعموا بالسلام. استأصل من قلوب حكامنا الخصام والأحقاد والانقسامات، واحمينا من أعدائنا غير المنظورين، والهمنا تنلاقي حلول جذرية تساعدنا على نتخطى كل الأزمات والصعوبات. بين إيديك منستودع أوطاننا يا رب، وإلك منصلي. يا رب ارحم. برفع صلاتي إلك يا بي السماوي على نية كل شخص في شي مكبله مخربط له سلامه ومش قادر يتحرر منه. خلي روحك القدوس يذكرنا بوصايا وتوصيات ابنك يسوع، تنعيش اليوم بفرح وننطر البكرة برجاء، وما نتوقف على مآسي مبارحنا المأزية. إلك يا رب منصلي. يا رب ارحم. برفع صلاتي إلك يا بي السماوي عنية رعيتنا مار شرب العمان وكاهننا الجديد أبونا جوزيف السويد، تيقطف من ثمار ملكوتك ويدوقنا منا. بارك خدمته ومسيرته وأحلامه، ورح نصلي كمان عنية كل الحركات والجماعات واللجان الموجودة واللي رح تتألف براعيته لخدمة مشروعك الخلاصي. أعطينا نعرف نعيش الحب بمجانية وننشر كلمتك العطشانة إلها نفوسنا. بنسألك يا رب. يا رب ارحم. الموت ما بيسرق منا إلا جسم من تراب. صحيح إنه الموت بيفرق الأحبة عن بعضهم، بس الأحبة بيبقوا بقلوبنا وبفكرنا لآخر دقة من دقات قلوبنا. موتانا يا رب منهم خلصوا مهماتهم يلي وكلتهم فيها، ومنهم فلوا وكان بعد عندهم أحلام كتير يعملوها وما كملوها، وتركوا فراغ كبير وارث كبير وراهم. يا رب استقبلهم بملكوتك السماوي وساعدنا تنكمل مشوار القداسة يلي بلشوه وورتونا إياه. إلك يا رب الحياة منصلي. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه.
يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك يا اللهم الآب، معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة، واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملك، لك الملكوت والقدرة والمجد لابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومعكم أيضا. أحنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا دمه المحيي لمن يتناوله، واقبل البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك، المنحنين أمامك الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأباد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأباد. ومع روحك الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض لا يجد إله. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Oh.
أعطنا ربي أعطنا أن نراك. ربي رد الأهوال أقبلنا يضربنا وجود لا تأمى خلاك يجود. ربي جلت يمناك لا تعرف القبض فمن منك ربي لا يستزيد. كلما غبت الحساسين من ماء رنت حلوة إليك بشكري وتعالت إليك في لفتة الصبح صلاة من زقزقات وزهري. أعطنا ربي قبل كل عطار أن نحط التفاتة في سناك. كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نراك. جمعت ربي الخليقة في صوتي تناجي وسبحت تتغنى تملت في رفعة الرأس والطرف جثوا من ركبتين وهنا. وأنا أستجير بالرحمة الأولى بنور الأنوار بالينبوعي أن تقبل ربي قرابنا حب ورجاء وذلة ودموعي. أعطنا ربي قبل كل عطار إن حط التفاتة في سناك. كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نراك. وترأف يا أيها الساعة الكبرى ترأف بالنائذ المحتاج وانصر القابسين من فيضك النور إلى الكوكب الضلول الداجي. لألأت كل هضبة فوق لبنان تصلي وهام كل فضاء وتسامم جامرا جبل الأطياب. فافتح يا ربي باب السماء. أعطنا ربي قبل كل عطار أن نحط التفاتة في سماك. كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نراك.
أيضاً وأيضاً بك رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحم. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. قال الرب أنا الكرمى، أنتم أغصان الكرمى، كالأغصان اثبتوا فيا، تأتوا بثمار جما. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. مثل الهائم بالصحراء يبحث عن قطرات الماء، هكذا يلهف قلبي إليك، أنت الهداية أنت الرجاء. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتنا إياها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخزنا بخطايانا، بل اعددنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك ولا ابنك المحيي وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم ستراً وملجأً، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. بالنهاية إخوتي، شكر كبير لكل اللي إجوا من كل المطارح، شكر لمحبتكن ولكل اللي عطشوا بهالكنيسة، كتير من الحب لجان وقف، جماعات رسولية، كمان مجلس رعوي، وكل الأشخاص اللي تعبوا على مدى 24 سنة تنكون نحن هون. وبوعدكن إنه رح نكون أفضل أحلى. بدي أشكر اللي إجوا اليوم من كل المناطق، بدي أشكر إخوتي المسؤولين اللي بيناتنا، بدي أشكر عائلة أسرة مار شربل مع قادتها، بدي أشكركن أنتو أبناء الرعية اللي بتمنى أنا وياكن نعمل مشوار حلو بحقول الرب، نمشي سوا الدروب الحياة إن كانت قاسية حلوة أو مرة. بشكر محبتكن، واسمحوا لي اليوم أشكر الآباء اللي كانوا عم بيرافقونا بهالذبيحة، وكمان نورسات، نورسات الأردن اللي رح يكون لها كمان بصمات كتير كبيرة بهالرعية، حتى بشارة الملكوت توصل لكل أهلنا بكل أصقاع العالم، مش بس هون إنما على كل المطارح. ربنا يبارككن، وإلى مواسم كبيرة من الخير والبركة. نوقف تناخد البركة. اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. المسيح قام حقاً قام. المسيح قام حقاً قام. المسيح قام حقاً قام. ونحن شهود على ذلك.